السلام عليكم ورحمة الله. حتى تكون ناجح في مشروعك الخاص أو أنت بشكل شخصي، أولا أن تركز على القيمة التي تقدمها للناس. أولا القيمة وليس المال، كل ما كان لديه قيمة تعليم الناس وخدمة الناس عالية كلما ربحت ربح كبير. انظر إلى كثير من الشركات، أمازون، فيسبوك، تويتر وغيرها، كذا كثير من المشاريع التي ربحت لأجل أنها قدمت للناس خدمة. الشيء الآخر، كل ما قدمت أنت للناس خدمات تفيد الناس بجودة عالية كل ما ربحت. طبعا انظر إلى الهواتف، انظر إلى برامج التعليم، انظر إلى برامج التدريب، انظر إلى البرامج والمشاريع التي قدمت خدمات للناس بجودة عالية، تجدها ربحت بشكل كبير. ثالثا، حتى تكون مؤثر بشكل أكبر يجب أن تساعد الناس بلا مقابل. انظر مثلا، أو يعني يجب أن يكون في كل مشروع لديك خدمة مجتمعية. المؤسسات اللي فيها خدمة مجتمعية وتقدم خدمة مجتمعية للناس غالبا هي مؤسسات تنجح، لأنها تحظى بثقة الناس وبحب الناس. كل ما قدمت عطاء بلا مقابل، كل ما نفعت الناس بلا مقابل، كل ما قدمت خدمات مجتمعية بلا مقابل، كل ما تحقق لك سمعة جميلة وإيجابية وأيضا ربح مشروعك. الشيء الأخير أو الرابع، اللي هو يجب أن تتحلى أنت ومشروعك بالمصداقية. أي خلل يضربك أنت كشخص أو مشروعك بالمصداقية سيؤثر عليك تأثير كبير، وحتى تعيد هذه السمعة تحتاج الحقيقة إلى وقت كبير من ذلك. إذا تحليت بالنقاط الأربعة هذه، تبدأ في النقطة الخامسة وهي الاستقبال، استقبال الربح واستقبال العطاء من الناس. هذه الجوانب تجعلك تنتبه إلى شيء، أن العطاء وليس الأنانية هو الحصان والفارس الرابح معك في حياتك. أعطي بلا مقابل وبلا أي تردد، ستكون إن شاء الله رجل ناجح، أو مشروعك سيكون هو المشروع الناجح.